لحد ما تطلع لنا البطاطس دي. تعالى اقول لكم يا جبولي البقدونس، تعالى اقول لكم فقره جمالك من مطبخك النهارده محضره لكم ايه. بنبقى كلنا عايزين مش نحط ميك اب بس، عايزين نخرج من البيت شكلنا حلو، ومش عايزين نحط اي حاجه فيها يعني كيميكال، مستحضرات تجميل، فتبقى الحاجه كمان وهنتعرض للشمس، خصوصا بقى لو هنسافر او هنروح النادي ان شاء الله زي ما بقول لكم ربنا يكتب لنا ونشوف البحر كده. بنروح النادي احنا مش عايزين احنا بنتعرض للشمس، طبعا اساسي سان بلوك اساسي كده وانت مغمضه زي ما اتفقنا. طيب عايزه وشك بقى مورد، شفايفك مورده، عندنا بقى الكلام ده، اغسلي ايديكي وتعالي لي. النهارده هعمل لك تنت، تنت لخدودك وينفع روج كمان، وتنت للرجلين. ايه ده، في تنت للرجلين؟ او مش كده بتحسي ان انت رغم ان رجليكي فله طبعا ونظيفه وما فيهاش جلد ميت ولا جلد زايد ومش خشنه طبعا وناعمه، تحطي لها كريم بس تحسي كده ان ناقصها حاجه، هما بقى الحاجه دي في حطت الكريم الاخيره ان هي تديكي لون ولا رجلين البيبي لسه مولود. مش احنا كده بنشوف الرجلين اللي هي لسه لما ما اتهرستش في الارض لسه ومشيتش وراحت وجت، تبقى لونها لون روزي كده وتجنن. اللون الروزي ده احنا عايزين نوصل له، بس مش عايزاه احمر، خلي بالك هو لون روزي كان كده لون دم ايدينا مش اغمق من كده، وردي. طيب اول حاجه هنعمل التنت بتاع الخدود والشفايف، عباره عن ايه؟ انا قلت لك مش هحط حاجه كيميكالز خالص، مش هحط اي حاجه كيماويه، احنا هنتعرض للشمس، هننزل نحط سان بلوك وهنحط اي حاجه بس تورد لنا وشنا. طيب هحط ايه يا جماعه؟ هحط جل الصبار. جل الصبار على فكره من الحاجات اللي بتستخدم قواقي من الشمس اساسا، يبقى جل الصبار من الحاجات الصحيه جدا اللي بتستخدم كمان قواقي من الشمس اهو. هحط الجل، بصوا لونه عامل اساسا ايه، لون الصبار. خلاص طبعا بكون محضره عندي علبه صغننه معقمه علشان احطها واغطيها. طيب عندي هنا ايه بقى؟ عارفين الجل الالوان اللي احنا بنحطه في الاكل بناكله؟ قصدي ان مفيش حاجه اصح من كده، حاجه بتتاكل صح؟ هنحطها على وشنا، طبعا مفيش اي حاجه يعني عادي جدا، مش هتطلع لنا حبوب، مش هتطلع لنا اي حاجه، مش هتغمقنا، مش هتسمرنا، بالعكس خالص. هروح حاطه منها بقى بحرص شديد نقطه علشان الجل بيلون سريع جدا، النقطه ماشي. انا عايزه اطلع البطاطس دي خلاص اهي، وبعدين ارصصها عندي، اخدت لون. وطبعا انا مش محتاجه حتى ان انا ارش عليها اي حاجه لان هي متبله فيها نفسها. اشيل الزيت. طيب نقطه وتعالوا نقلب، بصوا بصوا على طول، نقطه جل، لون جل، لون جل احمر. طبعا عايزه اورنج، هتعملي باللون الاورنج عادي جدا اهو. بصي بقى هتحطيه في علبة، وهتعملي ايه؟ لازم يكون معانا منديل او الاسبونج اللي احنا بنحط بيها او بندمج بيها الفاونديشن. خلاص بحط بيه الفرشة دي، او باخد كده شايفين نقطة بحطها كده واوزعها. طيب انا بحطه ازاي؟ بصوا بصوا اخلى اللون عامل ازاي. عايزه اقوى هتحطي اقوى، بس بصي لونه طبيعي ازاي اهو، مورد جدا. عايزه اقوى هتحطي، بس انا حطيت نقط، عايزه اكتر هتحطي اكتر اهو، طبيعي طبيعي، طبي طبي يعني حاجه كده اهو. عايزه اكتر هتحطي اكتر، وهتعمليه وبعدين تسيبيه 3 دقايق وتروحي شايله الزياده بالمنديل اهو. طيب بصوا اللون عامل ازاي، خطير، لون تحفه. هحطه طبعا على شفايفي، شفايفي برده ما بكونش حاطة عليها اي حاجه غير ده، بحطه على شفايفي واسيبه شويه وبعدين امسح بمنديل. تمام
هيقعد معاكي ثابت ثبات طول النهار. طيب بحط التنت علشان في ناس بحس كده ان هي ايه حطها على كل وشها. طيب التنت يا جماعه بصوا اهو بعد ما خلاص نشف ما مسحت الزياده بسيبه 3 دقايق وبعدين امسح الزياده، بصوا لون طبيعي جدا. طيب بحطه ازاي؟ بصوا بحط هنا زي كده ما انتوا شايفين 3 نقط، وبحط عارفين العظمه دي هنا كده على العظمه دي وبوزعه بايدي كده لفوق لفوق، ما بجيبهوش تحت جنب عيني خالص، ما بجيبهوش جنب مناخيري هنا، هنا على طول، يعني احنا عندنا زكام على طول، لا مناخيري هنا ولا بجيبه عند عيني، بس الحته دي ما بجيش جنبها تماما، هي العظمتين دول وباخدهم ايه كده كده بس، هي دي خدودي، فبيكون هنا عند الوجنتين مش اكتر من كده. طيب انت اساسا رفيعه هتنزليه حبه صغيرين علشان تخلي عندك خدود شويه تبرزيهم شويه، لكن لو انت اساسا ما شاء الله وشك مدور فهتحطيه هنا بس هنا بس ونقط هنا وهتوزعيه كده. طيب ده بالنسبه لي زي ما اتفقنا تنت الوش الشفايف والخدود. نيجي بقى للتنت التاني، التنت التاني تنت الرجل، ننضف رجلنا كويس جدا نشيل اي جلد زياده، نحط لها كريم. اخر نقطه كريم هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن كريم جلسرين، كريم جلسرين كنت قلت لكم قبل كده عليه. وعندي حاجه تانيه اسالوني في المسجات هقول لكم عليه، ساحر بقى ده اللي بستخدمه دلوقتي، هو حاجه كريم طبي مش اي كريمات مستحضرات تجميل، كريم طبي رائع بقى للحاجات ايدينا لو ناشفه، قوعنا لو ناشف، بيجدد كمان الخلايا، حلو قوي. طيب بحط عليه دم غزال بودره، دم غزال بودره خلاص اهو نقطه برضو كده، واروح مقلبه، يبقى هنا هستخدم كريم جلسرين وهنا هستخدم جل صبار، هنا هستخدم لون جل طبيعي وهنا هستخدم ايه دم غزال بس كده، ويبقى عندي اقدر بقى استقبل الصيف واقول له اهلا وسهلا تعالى ورجلك تبقى زي الفل ولونها بصوا ما تغمقيهاش اكتر من كده علشان تاخدي نقطه منه تدهني. بصي عندي هنا اهو هيديكي لون، بصوا عامل ازاي، اوزع شايفين، بصي ايدي بقت عامله ازاي، بصي ايدي هنا بقت عامله ازاي، ده بيروح ده بيروح، عشان كده بقول لك حطي حبه ويعني ده هنا في ايدي هتغسليها هيروح، فهنا رجلي مش هتتعرض للميه كتير، لو اتعرضت للميه كتير طبعا هيروح، هتضطري ان انت تحطي تاني، هتسيبي كده شويه اهو ومش هتمسحي، احنا هنا هنحط ومش هنمسح اهو، ويديك لون وردي خطير في كعب رجليكي، كل رجليكي كده تدهنيها بيها الدهنه الاخيره، رهيب رهيب رهيب، خلي رجلك بصي كده منوره. ودي كانت وصفتين النهارده، وصفات كلها امنه امنه بنسبه 100% على بشرتنا، مهم جدا على فكره، ممكن بناتنا يستخدموا التنت ده لانه ما فيهوش اي كيميكالز، ممكن بناتنا يستخدموه بشكل امن جدا، مش انا ما برشحش خالص ان احنا نستخدم، والبنات اللي هم بقى داخلين بقى ثانوي ولسه يعني الميك اب ما برشحوش ابدا، وهم لسه ما عندهمش ديفوهات عشان يقدروها، يعني ما بحبش خالص يعني ان هم يفضلوا حاسين ان عندهم ديفوهات يقدروها، لكن مفيش مانع ان هم ايه يوردوا خدودهم، يحطوا نقطه تانت فشفايفهم تكون جلاوي كده حلوه، بس مش اكتر من كده، فالحاجات امنه جدا جدا، ومهم جدا ان احنا نعلم ولادنا يا جماعه الاهتمام بالمظهر، على فكره دي مش حاجه وحشه ابدا، لا بالعكس دي حاجه حلوه جدا، النظافه النظافه ان هم يحطوا ديدران اللي هو مزيل العرق بقى مش مزيل، هو ما بيخليناش اساسا يبقى في اي حاجه ريحتنا تبقى لازم تكون فله، لازم نعلم بناتنا كده ان هم ما ينزلوش ابدا من البيت غير وهم واخدين الشاور بتاعهم، وكمان حاطين بارفان وحاطين ديدران علشان الحق، وطبعا والشباب كمان
مش بس البنات، بنات والولاد دي حاجة مهمة جداً.